إذا نزلت أحمد شكرا صلى ودعا وبها استبشر. قال الله عدوك ابتر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. هذه الآية الثانية تفرعت عن الآية الأولى بفاء التفريع، بعد أن بين الباري عز وجل أنه أعطى أفضل عطية لرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله، وهي نعمة عظيمة جدا، كل نعمة تقابل بالشكر. فلذا الباري عز وجل قال شكر هذه النعمة أن تصلي وتنحر. وفي هذا تعليم مهم لأهل الفضل لأهل العلم في أن الشكر للنعم الإلهية ليست قضية اجتهادية، وإنما يرجع فيها إلى الله عز وجل. وهذا من معاني قولهم أن العبادات توقيفية، أي أن شكر النعم الإلهية يحددها الله عز وجل، هو الذي يعينها. ففي مقابل نعمة الشكر، نعمة الكوثر، شكرها يكون بالصلاة وبالنحر. وأيضا فيه إشارة إلى أهل المعرفة في بيان الروايات الكثيرة التي وردت وتنص على أن كل عبودية وكل عقيدة لا ترتبط بالإمام المعصوم هي مرفوضة. كل عمل لا يستقي من الإمام، لا يقتدي بالإمام، لا يأخذ من الإمام، هو باطل، وإن توهم العامل بأنه يصلي أو يعبد أو يعرف. الله عز وجل هو الذي يحدد طرق الشكر وكيفية الشكر. إلى هنا يتضح بأن في قوله عز وجل فصلي لربك وانحر، هذه الصلاة ليست صلاة عامة، والنحر ليس نحرا عاما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله كان من المصلين قبل بعثته من المصلين، هو في أصلاب آبائه من المصلين، يتقلب في الساجدين. إذن ما فائدة الآية تقول فصلي لربك وانحر؟ هل يراد بها الصلاة العامة التي يشترك بها كل المكلفين؟ ليس بشيء جديد النبي صلى الله عليه وآله ويصلي قبل نزول الكوثر، هو
كان من المصلين. إذن هاي الصلاة ليست صلاة عامة كسائر صلوات الناس التي يشتركون فيها، صلاة واجبة على كل مكلف، فلا بد وأن يراد بها صلاة خاصة. هذه الصلاة تتميز بأنها في مقابل الكوثر. الله عز وجل أعطى لرسوله النعم، غمره بالنعم الظاهرة والباطنة. نعمه تواترت عليه في جماله وفي جلاله، وكل نعمة من هذه النعم تحتاج إلى شكر. ولكن في سورة الكوثر نعمة خاصة، فلا بد أن يكون الشكر خاص. سأذكر لكم بعض معاني هذا الشكر أو المقصود به. زين، الصلاة والنحر هذا الدمج بينهما، فصلي لربك وانحر، يشعر بالحج أيضا، لأن في الحج الحاج شي يسوي؟ هم يصلي وهم ينحر، يشعر بالحج. إذن في مقابل الكوثر هناك صلاة خاصة وحج خاص ونحر خاص، مو نحر كسائر الحجيج، نحر كل من يحج إلى بيت الله عز وجل ينحر، وكل من يذهب إلى بيت الله يصلي، كل الناس يسوي. شنو الميزة في مقابل الكوثر؟ هذه ليست بميزة. فهذا الأمر يدعونا إلى التأمل لمعرفة هذه الصلاة وهذا النحر من أي قبيل يكون. لا شك في أن مظهر الشكر والارتباط بالله تبارك وتعالى في الحج يتجلى أكثر، لأن المؤمن يقصد بيت الله، يطوف حول البيت، يصلي ويذكر ويقدم القربان إليه. الحج هكذا. هاي الآية المباركة هم تقول صل وانحر، يعني تقرب، تقرب إلى ربك بصلاتك وبنحرك. من جهة ثانية عندنا الروايات تقول الحج لقاء الإمام، الحاج اللي يروح إلى الحج ينبغي أن يلتفت إلى هاي القضية. الحج ليس فقط أن يؤدي مناسك الحج، هذا من الواجبات، يطوف، يسعى، يذكر، يرمي، ولكن هذه كلها مظهر للحج. في الحج أكو جوهر، هذا الذي يجب أن يطلبه المؤمن، وهو لقاء الإمام. اللقاء تارة يكون لقاء بدني حسي، وتارة يكون لقاء قلبي بقلبه، يستشعر وجود الإمام، يستحضر وجود الإمام. وهذا فرد قسم عميق من اللقاء، أعمق من لقاء المعرفة وأعمق من لقاء البدن، لقاء القلب، لأن هذا اللقاء يدوم ويستمر ولا ينقطع في زمان ولا في مكان، لا يحده زمان ولا يقيده مكان. الحج لقاء الإمام. الآية المباركة هم هكذا تقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إذن أكو صلاة أكو نحر. الصلاة معروف معناها
والنحر يشعر بالحج. إذن أعظم شكر يؤديه المؤمن في مقابل الكوثر هو معرفة الإمام واتباع الإمام. هذا ما يستفاد من فاء التفريع. لذلك ورد في النصوص الشريفة: من أطاعكم فقد أطاع الله، من عرفكم فقد عرف الله. زين. إذن أفضل شكر في مقابل أفضل عطية هو تنصيب الإمام. يا رسول الله صل لربك وانحر ونصب إماما على الخلق، لأن بهذا الإمام الكوثر يظهر جمالها وجلالها، يعرف الكوثر في فضله وفي مقامه. لولا تنصيب الإمام ضاعت عطية الكوثر. واضح تنصيب الإمام حج على الخلق، واجب عيني على رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن الإيمان به والشهادة له واجب عيني على رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن اتباع النبي والإيمان بالنبي واجب عيني على كل إمام، كما هو واجب عيني على كل مكلف. ولا تنافي بين أن يكون الشخص هو الإمام وهو الذي يجب أن يؤمن به ويتبع، لأن أكو فرق بين التكليف الشخصي وبين تكليف الإمامة. المغايرة من هاي الجهة تبين. إذا صار أفضل شكر هو تنصيب الإمام واتباع الإمام، أفضل نعمة هي الكوثر. فاطمة سلام الله عليها، فأفضل شكر لنعمة الكوثر تنصيب الإمام، وتنصيب الإمام من فاطمة. أعطيناك فاطمة، نصب الإمام من ذرية فاطمة. شكر هذه النعمة، عظمة في هذا. أفضل أسلوب للصلاة والنحر يؤديه المؤمن العادي شنو هو؟ الإيمان بالإمام والطاعة له. إذا يريد الإنسان المؤمن يعرف أنه يشكر النعمة أم لا يشكر النعمة، فليشوف موقفه من إمام زمانه في معرفته وفي طاعته. هذا هو عنوان الشكر الواسع. هذا كله ما تقتضيه دلالة الفاء في الآية. أما تفاصيل المباحث، المبحث الأول في المفردات. المفردة الأولى تقول: فصلي، أمر بالصلاة. السؤال: ألم يكن النبي مصليا؟ أما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن شنو معنى فصلي؟ كان يمكن لأحد أن يقول هذا من قبيل تحصيل الحاصل، يقول لرسول الله وهو مصلي وهو أفضل من صلى وأكمل من صلى، يقول له أعطيناك الكوثر، مقابل الكوثر صلي، وهو جاي يصلي. هذا اللي القرآن الكريم الله عز وجل يأمر العباد بالتدبر في القرآن، وهذا من الأمور اللي حتى المفسرين ضاعوا في بيانه. شنو معنى فصلي؟ أقوال عديدة ذكروا لمعنى الصلاة. هذا لا يمكن أن يكون الصلاة العامة اللي سائر الناس يصلون بها، كل الناس يصلي،
شنو الميزة إذن؟ بعض المفسرين قال المقصود هنا بالصلاة صلاة العيد بقرينة النحر، فصل لربك وانحر، فصل صلاة العيد وقدم قربانك لله عز وجل. هذا فرد معنى، لكن هذا يناسب المقام؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن كل الناس يصلي صلاة العيد وتنحر. شنو الميزة؟ بحيث الله عز وجل في مقابل الكوثر يقول لرسول الله صلي صلاة العيد وانحر، وكل الناس يجزى. المعنى الثاني، بعضهم قال المراد بالصلاة صلاة الفريضة، أعطيناك الكوثر فصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا وردت فيه بعض الروايات، ولكن لا يمكن حمل الرواية على التفسير الكامل للمعنى، وإنما على بيان أحد المصاديق الجلية للمعنى. هناك معنى أوسع أعمق، هذه الروايات اللي فسرتها بصلاة الفريضة لعموم الناس مو لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي شيء آخر. لعل الصلاة بقرينة النحر، لأن لابد أن تكون الصلاة خاصة في مقابل الكوثر، والنحر يجب أن يكون خاصا يناسب الصلاة الخاصة ويناسب الكوثر الخاص. المجموع المستفاد من الأدلة بعدين أثبت هذا الشيء بالقرائن، أفضل قربان قدمه لرسول الله صلى الله عليه وآله في شكر نعمة الكوثر شهادة الحسين صلوات الله عليه، فصل لربك وقرب إلى ربك فداء عظيما شهادة عظيمة. شهادة الحسين هو قربان النبي صلى الله عليه وآله، وهو قربان فاطمة وكل الأنبياء والأولياء، وهذا إن شاء الله بعدين أتعرض إلى تثبيته. هذا هو الذبح العظيم والقربان العظيم الذي قدمه أولياء الله لربهم تبارك وتعالى شكرا لأنعمه. هذا الكلام الذي نذكره وإن لم يذكره أحد من المفسرين ولا من اللغويين، ولكن القرائن متضافرة عليه. واحدة من القرائن اللغة، اللغة في تفسير معنى الصلاة ومعنى النحر تؤيد هذا المعنى الذي ذكرنا. الليلة نتحدث عن معنى الصلاة، بكرة نتحدث عن النحر. ذكر اللغويون للصلاة معاني عديدة، اللي يراجع كتب اللغة شوفوا معجم المقاييس، شوفوا مفردات الراغب، شوفوا مجمع البحرين، الصحاح، كل كتب اللغة راجعوا، ذكروا للصلاة معاني عديدة، والتحقيق يقتضي أن ترجع جميع المعاني إلى جذر واحد، روح واحدة تجري في كلها. الصلاة معناه الصلة، معناها الصلة، هذا هو جذر معنى الصلاة. كل المعاني التي ذكرها أهل اللغة ترجع إلى هذا، الصلة، صلاة من الصلة. وبهذا الاعتبار
تطلق الصلاة على العبادة، على الفريضة الخاصة اللي يصليها الناس، هي صلة بينهم وبين ربهم، صلة وسيلة اتصال الصلاة بينهم وبين الله عز وجل. أهل اللغة والفقهاء والأصوليون يسمون الصلاة بالدعاء، عرفوها بالدعاء، هو الدعاء أيضا فيه الصلة، وروح الدعاء صلة، اتصال بين العبد وبين ربه الدعاء. فالدعاء هو أيضا واحد من مصاديق الصلة، فعرفوا الصلة، عرفوا الصلاة بمصداقها لا بمفهومها، وهذا خلل في باب التعريف. الدعاء هم وسيلة للاتصال، الصلاة هم وسيلة للاتصال. الله عز وجل يقول جاهدوا في سبيلي وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة شنو؟ كل ما يربط الإنسان بغيره، وسيلة ارتباط يسموها وسائل ارتباط، في الحركة وفي السفر يقول وسائل اتصال، وسائل سفر مثلا. فكل ما يربط الإنسان بغيره يقال له وسيلة. الآية أمرت بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبالجهاد يشمل معاني كثيرة، من الجهاد العبادات، ومن الجهاد الالتزام بالطاعات واجتناب المعاصي، هذا من الجهاد. بس الآية ما قالت فقط يا أيها الذين آمنوا ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، سوت عطف بين الأمر، ابتغاء للوسيلة وأكو جهاد في سبيله. إذن لابد وأن تكون الوسيلة غير الجهاد الذي يذكر هنا. هسه هنا هم معاني كثيرة ذكروها، ولكن المعنى المتلخص من كلها الوسيلة معرفة الإمام وإطاعته. لاحظ وين ما يروح الإنسان في أبحاثه وفي أنظاره يرجع إلى هذا المحور الأساس. هذا المعنى قاله الإمام الرضا صلوات الله عليه في رواية في عيون الأخبار يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن الرضا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة من ولد الحسين، نفى كل احتمال آخر، من ولد الحسين، من أطاعهم فقد أطاع الله. لا يتعب الإنسان نفسه، يريد يطيع الله عن طريقهم، كل الطرق الأخرى منسدة، تعبديات مختلفة، التعبد بكل اتجاه وبكل طريق وهم، هذا أن يكون صحيح ومقبول، لا صحيح ولا مقبول. من أطاعهم فقد أطاع الله فقط، ومن عصاهم فقد عصى الله، هم العروة الوثقى والوسيلة إلى الله. اللي يريد صلة بالله هذا طريق الصلة، هذا طريق الارتباط. في آية أخرى الله عز وجل يبين صلة أخرى بينه وبين رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يربط الملك بالملكوت. يقول عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله. إذن الصلاة بمعنى الصلة،
هناهم الباري عز وجل في هذه الآية يقول صلتنا بنبينا برسولنا الصلاة. كيف الله عز وجل يصلي على النبي؟ ليس وحده تبارك وتعالى، ملائكته، إن الله وملائكته كل مليارات المليارات من الملائكة لا تعد ولا تحصى، كلهم يصلون على النبي، وسيلة ارتباط بين الله وبين رسوله، بين الملائكة وبين رسوله بالصلاة. المؤمنون هم وسيلة اتصالهم برسول الله أيضا الصلاة. الصلاة مو في كل هذه المعاني ترد بمعنى الدعاء اللي يذكره اللغويون، ولا ترد بكل المعاني اللي ذكروها أهل اللغة، وإنما الروح السارية فيها الصلة. الصلة من الله وملائكته بالنبي هي الصلاة، وصلة المؤمنين بالنبي أيضا الصلاة. بس الملفت في هذا التعبير في الآية، لاحظوا صدر الآية ما يتعلق بصلاة الله وملائكته ورد بصيغة المضارع، إن الله وملائكته يصلون على النبي. أما صلاة المؤمنين شنو؟ بالأمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا، ومو بس صلاة، وسلموا بعد. صلاة وحدها مو كافية، تسليم تحتاج. لماذا؟ لأن صلاة الله والملائكة على النبي ترجع إلى الوجود التكويني لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الحقيقة الكونية. الحقيقة الكونية صلاتهم دائمة على رسول الله بلا انقطاع، لأنهم يعرفون مكانة النبي وعظمة النبي، فتأتي بصيغة المضارع. أما المؤمنون لأنهم في دار اختبار ودار امتحان، منهم من يؤمن ومنهم من يعرض، وردت بصيغة الأمر التشريعي، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن بالصلاة يرتبط الإنسان المؤمن بنبيه صلى الله عليه وآله، وبالصلاة الملكوت يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى هم وارد في بعض الروايات. إن سأل سائل خب الله عز وجل يصلي على النبي، الملائكة تصلي على النبي، المؤمنون يصلون على النبي، ليست في كل الصلوات المعنى واحد اللي يذكره أهل اللغة، إلا إذا أرجعوه إلى المعنى الذي ذكرناه وهو الصلة. الروايات تقول مثلا، هاي الرواية في معاني الأخبار يرويها الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام، الصلاة من الله رحمة. الرحمة شنو هي؟ مو صلة؟ لو الرحمة دعاء، الرحمة صلة مو دعاء. ومن الملائكة تزكية، بعد مو رحمة ولا دعاء، تقديس، تمجيد، تنزيه. ومن الناس دعاء. إذن تفسير الصلاة بالدعاء تفسير بالمعنى الضيق. الروح السارية بين الرحمة والتزكية والدعاء شنو هو؟ الصلاة. دعاء المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله له أسلوبان،
الأسلوب الأول هو ذكره والثناء عليه صلوات الله عليه بالدعاء، يعني يثنون ويمجدون ويذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بصلواته. وهذه الصلوات إكسير أعظم في الآثار، في الآثار والبركات. كل الأذكار والتسبيحات والتهليلات والتنزيهات والتحميدات والاستغفارات كلها تجتمع فيها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثاني الدعاء من المؤمنين يدعون لرسول الله صلى الله عليه وآله فيما بينهم. كل مؤمن يدعو الآخرين إلى رسول الله، يأتي بهم إلى منهج النبي، إلى الإيمان بالنبي، إلى إطاعة النبي. دعاء بهذا المعنى. فإذا الرواية اللي تفسر صلاة المؤمنين بالدعاء مو فقط منحصرة بالذكر اللساني، وإنما بالإيمان بالنبي ودعوة الناس إلى الإيمان، دعاء بالنبي صلى الله عليه وآله، الإيمان برسالته وبإطاعته. زين. إذن إلى هنا اتضح بأن المعاني التي ذكرت في اللغة للصلاة غير تامة إلا أن ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الصلة. هناك معاني أخرى ذكرها اللغويون، حينما نرجع إليها نشوف هي أيضا ترتبط بالصلة. من المعاني التي ذكروها الإيقاد بالنار، ومنه الصلاء، ومنه الإصطلاء. وهكذا في اللغة هكذا يقول، اصطلى بالنار يعني احترق بها، الاصطلاء والصلاء. كيف يتحقق الاصطلاء من دون صلة؟ لا يمكن أن يتحقق اصطلاء إذا ماكو صلة بين النار وبين المصطلي. هل يمكن أن يتم عملية احتراق من دون محاذات وملامسة؟ ما لا بد من صلة. الباري عز وجل لاحظوا أطلق على أعمال المشركين حول البيت، كانوا يطوفون حول البيت يصفرون ويصفقون، يسمى بالمكاء. القرآن الكريم وصف مكاء المشركين اللي هو تصفير وتصفيق صلاة، يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وصفه بالصلاة، بالصلاة. ليش؟ أن هؤلاء في ظنهم أن هذا هو طريق الصلة والارتباط بالله عز وجل، التصفيق والتصفير دعاء رحمة لا طريق للصلة. كانوا يطلبون الاتصال والارتباط بالله عز وجل والقرب منه بهذا النحو، وإن كان خاطئا، لكن القرآن وصفه بالصلاة يعني صلة. إذن هذا المعنى وإن لم يذكره أحد من أهل اللغة للصلاة ولا من الفقهاء في تعريفهم للصلاة، إلا أن هذا هو الروح السارية الذي ينبغي أن تفسر فيه معنى الصلاة، واللي يتوافق مع معنى هذه الآية المباركة، فصلي لربك وانحر. نقول هذا ونعززه بشاهدين. الشاهد الأول ما حققناه في علم الأصول من أن جميع الألفاظ المشتركة في مادة واحدة
ترجع إلى جذر واحد ومعنى واحد وإن اختلفت الصيغ. لاحظوا مثلا كلمة ضرب تأتي بمعنى يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، مضرب، مضاربة، الصيغ مختلفة بس معنى الضرب ساري في كل هذه الصيغ. الألفاظ المشتركة في مادة واحدة يعني في حروف واحدة ترجع إلى جوهر واحد، إلى جذر واحد. نفس هذه القضية حينما تقول شرط، مشرط، شرطي، اشتراط، مشارطة، مشروط، كلها ترجع إلى معنى واحد. في اللغة هكذا المواد المشتركة في معنى واحد مرجعها إلى المشتركة في لفظ واحد ترجع إلى معنى واحد. الشاهد الثاني، ما اتفق عليه أهل اللغة من أن المفردات في اللغة مرجعها إلى جذر إما مصدر وإما فعل ماضي على الخلاف الموجود بين البصريين وبين الكوفيين. إذن هاي اللغة اللي إحنا نشوفها على اشتقاقاتها وعلى سعتها ليست بلا نظم، لها نظم ولها ناظم، ماكو شيء هكذا العرب هكذا عبروا هكذا سمع، هاي مفاهيم ليست بصحيحة ولا دقيقة. اللغة وضعها ربها تبارك وتعالى ضمن حسابات وموازين ونظم ونظام. مرجع الألفاظ المشتركة في الحروف مرجعها إلى معنى واحد إما مصدري وإما فعل ماضي. هكذا اتفق الكوفيون والبصريون، بس جماعة قالوا جذر الكلمة مصدر، جماعة قالوا جذر الكلمة الفعل. بس احنا هسه مو مع الخلاف في أن جذر الكلمة هل هو المصدر أو الفعل، لا يهمنا هذا. اللي يهمنا بأن الألفاظ ترجع إلى جذور مشتركة، الصلة هي الجذر الذي يربط كل معاني الصلاة، الروح السارية. في الاستعمالات الشرعية هم هكذا، لاحظوا مثلا العلامة الطريحي رضوان الله عليه في كتابه مجمع البحرين قال هكذا في بيان معاني الصلاة، حينما نحلل هذه المعاني شوف تعزز هذا الكلام الذي نذكره. قال الصلاة في كتاب الله جاءت لمعان، استعمال قرآني هذا، منها قوله تعالى وصل عليهم، هذه وين؟ في الزكاة والخمس وأمثاله. الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة إلى أن يقول وصل عليه، أي أدع لهم، هاي العبارة للطريحي، إن صلاتك سكن لهم، أي دعاؤك سكن لهم، يثبتهم على الإيمان وعلى العمل. ومنها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال يريد بها الصلاة المفروضة. ومنها قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال يعني ترحم. ومنها قوله تعالى أصلاتك تأمرك في قضية شعيب، أي دينك، لهنا عبارة الطريح تنتهي، نضيف عليها
ومنها قوله تعالى فسوف نصليه سقر، أي نلقيه فيها في سقر. وقوله تعالى وتصلية جحيم، أي الاحتراق بها. حينما تحلل هاي المفردات كل موارد اللي فيها صاد ولام وتاء كلها تعود إلى الصلة، إما في الماديات يحرقه بالنار يوصله بها، وإما في المعنويات تربط بين العبد وبين ربه، أو بين الرب وبين عبده. إذن حينما هم نجي نحلل أركان وأجزاء الصلاة وأفعال الصلاة، شوف روح الصلاة هي الصلة والاتصال. في الصلاة أكو قصد القربة، هذا القصد شي يسوي؟ قصد القربة النية، ومنها حضور القلب. بمن يسوي حضور القلب؟ ومنها الاشتغال بقراءة القرآن والأذكار والتسبيحات الخاصة، لمن؟ ومنها قيام العبد بين يدي ربه، ومنها يقف في محرابه يحارب شهوته وشيطانه لأجل ربه. الركوع انحناء وتواضع إلى ربه، السجود تعفير الجبين خضوعا وخشوعا إلى ربه، التشهد إظهار الإيمان والإقرار بالوحدانية وبالنبوة وبالإمامة. إذن الصلاة من مفتتحها إلى مختتمها شنو يصله؟ لذلك هي قربان كل تقي في الروايات، هي معراج المؤمن في الروايات. لأن الصلاة مو دعاء، جزء من الصلاة الدعاء، الصلاة أوسع من الدعاء، في كل جزء في كل حركة في كل ذكر فيها أكو صلة بين العبد وبين ربه. الله عز وجل أعطى لرسوله الكوثر، جزاء هذا العطاء شنو؟ قال له فصلي لربك وانحر. صل ربك بصلة خاصة كما أعطاك عطية خاصة، مو صلاة فريضة. صلاة الفريضة كل الناس يصلون ربهم بها، مو صلاة العيد كل الناس يصلون ويصلون أنفسهم بربهم. إذن هذه صلاة خاصة وليست بصلاة عامة. هذه الصلة أعظم صلة، تتناسب مع النحر شهادة الحسين صلوات الله عليه، أعظم صلة لرسول الله مع ربه، قدم قربانا بهذه العظمة وهذه الجلالة. فصل لربك وانحر، قدم قربانا عظيما يضاهي نعمة الكوثر، شيء يحير. هذا تفسير أصلا يحير، بيان أصلا يحير. لسه لهذا الكلام هم أكو تتم إن شاء الله غدا نبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مذ أن نزلت أحمد شكرا.
صلى ودعا وبها استبشر. قال الله عدوك ابتار. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر.